بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكي سغاشن إيه صدحات كمذا من رياض الصالحين كلامي سيد المرسلين. باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعبابي هاي يرد لسكوه يري أما سنين لسنيه إلى إتيان الصلاة، صلاة إن لي ما دول الله تقول لآذو والعلم يما لها علم الغبر مجالس علمك يو نحوه ما وحي الله مذو قب فردي وخير الله هيئة وما العبادات عبادات كلا بالسكينة حسلون لغتقي والوقار كاتين يهيب لغتقو ندبقو الدعوة إلى الشيء إلا سوو يرو صلاة إن لا هذا أما مش علم قال لقوا برهنا إياه أما جوب عباده أما شيء كله عبادة بتدوس عطه حاج عمره حدود ما نقول إن تصيح سلون يدقن أشاد كت تقتضن دقدقين وسي أنشح إياه آداب توحية ليس آدم كآدين. قال الله تبارك وتعالى ومن يعظم روحي وين شعائر الله إلهي أستاميه زي على منهر ربك حسوسية لقوا قرته فإنها شعيرته اللوينة من تقوى القلوب عبسدة الله يكمتها قلبك عبسد قلبك وضع عبسدنا حبناها إيا جوارحتها إيا عبسنا إيا لقوضها وإن صوم الرئاية دور قربين قصون ونغطي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كله بن مغلو يقول له إذا أقيمت الصلاة صلاة هذه لا أقيمه أو أذانك تودع هذانا أقيمت الجوجل يلغرفته فلا تأتوها صلاتها تجنها آذنا وأنتم تسعون إذنك أردية أقع علينا يا أمر عليني وأتوها صلاتها تقو آذى وأنتم تمشون إذنك اللغين يو ستر تيبا الصعودة وعليكم السكينة دشينونها آتو حسلوني أما دشين أيتهاي حسلوني يدقناشو فما أدركتم محادث هليشان إذن كو ترتيب أسعوده وكاتين أسعوده مكا تلاد آدان وتكتان وحادك هليشان والركعات كي إمامك أدك قردان فصلوا تكذا ولا تكذا وما فاتكم وحدين رافو لإذن كله مرنا فأتموا رميستر الله إماذا متفق عليه. زاد مسلم إمام مسلم حوك الرئي في روايات له رواية أصبه إليه وبخار أسن له وذاقين فإن أحدكم متكين إذا كان يعمد إلى الصلاة متكن هذا الصلاة أقصد يعمد أن يقصد ويكرد قانتاي متكن هذا الصلاة أقصد وصلاة أصعد أبحو فهو في صلاة صلاة بكتر أنتو سي صعد بأ نين صلاة كترنا إنو رقرقاق أما دقدق أما أرض أما قاب لا وعي أخلاق دي أدب كأولي إلي ما دلما أقلو حديث كامر كحديث علوس ويهي. إذا أقيمت الصلاة وصلاة هذه لا أقيم على يدي ووحي مسألة الأورنجر التنبيه بالأدنى على الأعلى بأكتشرة التنبيه بالأدنى على الأعلى حلقة أغضا بأي الروح صلاة سوء هذه وكبق إن أما تكبيرة الإحرام إضافته أما ركعة إضافته أما صلاة اللي قهر بحوة حلقة أقيمات دعوه حلقة بن آدم كأنا يوأها يني دقدقان أما أردان أما اللحات سدان أما الرعليات وأهيد أما أه حلق الله أقيم الصلاة أيها النبي قولي يان لدقدقي يان لأردن إذا أقيمت الصلاة إذا نودي ما إذا نودي للصلاة ما ملك اللو آدم ما وقت قد ملك الله قارب ما حلق الله أقيم أيها النبي قولي لما دقدقي كارو لما أردي كارو هديب الوودي دي مركة أقيمات دي إن لو دقدقي الذي دام الله أرده وحكى لو أكسي فوقي هايوي وحكى لما أردي كارو لما دقدقي كارو ترتيبتك هذا يساوي الصلاة عائل علاد ونوى إنك صوم مرة وحوي تلابين كا ترتيب صعونة يسو تلابنا أجر بلغاقا قوري من دن بالغودة فيه من دوال الغودة العسين وعمر كا تلابها تلابين كاسكو يريني ترتيب تاد أسعو تاد أسو صعو وحي أتكسو قادو الله إمو وخير وحي كان الله إمو أجر باد كيه ليسا صعود كا ترتيب تا آداب با كجرت أخلاق با كجرت مركا التنبيه بالأدنى على على بالليد هذا أيضو سيدا طيب النبي مر لباد دوچيو أتكيي وحو يري idinkoo lugaynaya aada salaado idinkoo ordayha aadina xasilooni iyo deganaashana ogaada labo wixii aad haleeshaan tukad oo la imaada wixii dan dhaafana dibka kala imaada masaladii khilaafiga ahayd isku khilaafeen culimadu baa ku jirto ruuxa salaado ragcad la dhaafay ama laga hor galay
wuxuu ka soo gaaray imaamku masaladiisii bilowgeediba mise waa dhammaadkeed? Culimmadu waxay u badan yihiin wixii ku dhaafay iyo waxaad soo gaadhay imaamka aad ka soo heleeshay. Marka la fiiriyo adiga wax lagula dhaafay, qaybta imaamka aad ka soo gaadhay baa hordhici iyo horraanta salaadaadi awalkeeda wey. Imaamku markuu salaamo naqsado, intaad gadaal kale imanaysana waa salaadada dhammaadkeedii iyo aakhirkeedii wey. Saasaa raajixa. Mar saddexaad buu nabigu dhuujiyey, wuxuu yidhi midkiin hadduu salaad soo aado salaad buu ku jiraa, nin tukan ayuu la mid yahay. Marka degdeg iyo faraq ciyaar iyo meelo badan la fiiriyo iyo lama ogolo wey. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال وحن نبي يري عفوا أنه دفع مع النبي نبي أنه لدقى قيب ابن عباس شيئا دفع مع النبي نبي أنه لدقى قول له وكبت يوم عرفة مالك عرفه وكدقى قي مالك عرفه ومكا عرف كدقى قي مركز دي قبلك دعوارك تينو عرفوا لغتك مزدلفة لآذة أدبان الله والقولة. فسمع النبي نبي وحوم مقلي وراءه قداش وحوكا مقلي زجرا شديدا عير درنبو مقلي زجر ومرك قيل يحولها يلعنان تئي إن أردان أما ديريان أما بضيان لقد دوني ننك دمير ورطي ننك بقل وطي ننك فرس وطي ننك أور وطبا عنان تحولها قيدك العنان أي زجر هذا لقوضا. فسمع النبي نبي وحوم مقلي وراءه قداش وحوكم مقلي زجرا شديدا عيرين درن بو مقلا اي وضربا غراعي خوري لا غراعيو ليديو اني اردان لا دونيو اي و صوتا ضوق للابل غير لو ضواقايو لا فيجينيو marka geel lagu cabaadeel raba inuu dido oo ordo ayaa loo jeeda. فاشار بصوته جيدل كيسب نبي كو فيقه او كميدار اليهم الى المسلمين مسلمين دي جيل كعينيا اما ضواقيي اما فيجينيي اما غراعيي وقال وحونا نبغو جيري يا أيها الناس ددو عليكم بالسكينة ورؤقاد حاسلوني دقنا انشو ترتيب أصعدا. فإن البر صمه ما هي وناقو يخيكو ليس بالإضاع ليس بالإضاع قيلوا الله عربيو الله كعيو الله عيريو خيركم اتشروي إضاع والإسرع. وإن قيل سلك لقى قلوي دبض لقى قلوي. فإن البر سموه ليس ماهن بالإضاع أي بالإسراع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه مسلم بركيبه وريي مركو حاوي دقنان هدي عرف الآدي هدي مزدلف الآدي هدي من الله إيمان يهدي صلاة الله سعود يهدي قبع علم الله سعود بترتيب يحسلوني أنشح إلا إلاليه أي لدوني. البر الطاعة بره وسمه حوي وإله لا أطيع له جانسه. ولضاعنا بضاد معجبة قبلها ياء وهمزة مكسورة وهو الإسراع ودقدقة دقدقوي. باب إكرام الضيف وحباب هاي مرتدى إن لما موسى أول حرميه أول قدريه أول كراميه شرع وحكيره. قال الله تبارك وتعالى أول من أضاف أو ضاف الضيوف نبي الله إبراهيم بأها سيد الله الشيخي عليه الصلاة والسلام. نبي إبراهيم بأقوه الرئي أحد ضد مرتقى هذا وحين تكدم به سنة العرب والعجم أي نقوتي ضد كإن لم ارتصور. قال الله تبارك وتعالى هل أتاك النبي الله مكويمد مكو نبيه ما هي سوركا حديث ضيف إبراهيم. إبراهيم مرتدي سورك يدي قصده دي ما هي سامرتدي المكرمين لما موسى لكرامي عند الله وعند إبراهيم. إبراهيم بأسنا وكرامي هو ما موسى ملائكنا وآهما دي إلهي سوى كم ما موسى نايرا وكرامة إسنائي. إذ دخلوا عليه مرأي أسوى قلوا فقالوا أيدا هذين سلاما نسلم عليك سلاما وأكو سلام نوي مع سلاما تاسي وحاون الله يسافعل قوان بارلغون نصبنا إياه نسلم عليكم أو عليك السلام وعنك السلام إن نبي كذب أنت. قال إبراهيم وحجري سلام عليكم سلام وي مركا أصغى سلامتي ردي ساكحك بدن سلام توضة لأن عند أهل العربية الرفع أقوى وأثبت من النصب قذالك وكحك بدن وأنا كسرنا شبدن هاي كردوغة أيوه وحي دخلوا عليه فقالوا سلام. إبراهيم حكو ردي سلام سلام بول مركا رفع جيسا ردي جيسا كحوك بدن سلام توضا.
مد هورنا نسلم عليك سلام بعد أورنا إنسان تندمر قال إبراهيم وحيري عليكم سلام بك دغنت أما سلام عليكم وقالت جيس عليه اسمها قوم منكرون قولي أن لا أقول إذنك أهدنا وسلاما تيم برسانت وإذنك قاضي قوم منكرون قرن واي ريركي فاملكو يدن بالليا بنمر أن يرى قرقر حسن أو سقرن وين أو ملكي مادين يوحي الصعودان تسفي عنو دكتيب قرن واي مرك وحوري علميا مسوى ملايك إلهي ملايك مرك هذي سان أتما أهدنا هول قلبي كجر تيطولو ويا لغفر سانتونا نبي ومرك وعب صدي فراغ واسيبت النبي الله إبراهيم وسي هوسو أبحيوي وقبنم مرتضو مركي كوسو فريسي تد فريسي إن أدوح هذا أقول مقنطة يدري أنت مقر حسنو قبنم ذو أيوه أنك دريمين وحسو لك تال الرواة بل إيه فردية رين جبان إذين رادين أيهاي ما مقر حسنو بل فردية ميلان وحكا فيرنا أيها لك قر حسنية أيوه أنك دريمين تاتيب نصت راهدو وحي ربي كوسو سلا صهر لك مركا فراغضو وحاوا إن إنسلال سيئن لدورو فإنو أن تقون مقرتنا ذو سيبتو فراغ واسيبت النبي الله إبراهيم إلى أهلي هيركي سيبو أدك دقيه فجاءو حليم بعجل دبي سمين شلس أو مركاسي دبي نول بوليم ذو قمان دبي بورم بوصو حديث آياتك لفجاء بعجل حنيد أي مشوي دبي بورم بنتو سوقو رعي قلو يقيبو سوشي لي صهر لك فقربه إليهم وأودوي حدبوا كأدرت حوله والنبي قد أقدار الله هابا عليه حوله كلامونه قيل لما لهين أدينا مركا إبراهيم ملاهين الله بأوتشوكتي الله دبوا دبوا وأنا أحسن كحوله وبورن وشليس مركزه وجورعي وسكرية سوى دياره كاني فقربه إليهم وأودوي قبلني ما كلوي ويلك أدو حكوة دين مرتدنا تصور نحركت على الربا تنميش ركتو بالكسر دوادة هي بل هذا صوكع صوفريس قبلني ما وين ويل كل هوسكي مرتضى أي ويل ماشي ربان لورد يقول أنت ماشي بهل وين دكتور سكوي ماذا كلا يا صحما إن الظروف كلك أنت ما أصلك وحوي ويل كلا دوينا يا أي قال له أديك يا أي قال له سوكع يا ما فقربه إليهم ويل كي يديبك يهلبك يمرتزورك بقول دوي ملائكتي قال مركز وحور على تأكلنا مويدا عنين ما ما عنتيسان ما رشيمتان ما عدقشان وقبنمو عنا أمر ما رشينكو عنا أمر كقيح ولقف في عيها مركب وحول ألاتك وعرض بندقوي إذن إبراهيم المكرمين تاسو إمامك الربائن وكدلي شده ضيف أوردن باسيس فإن لك رأيان مضنبو إمامك الربائن أيضا معنا سؤدلي شنيا هل كاسو ربعين وكلا سربحه وشيسي وقال تعالى إلى وحكلو يري وجاءه حاوي من نبي الله لوط قومه تلكيب أوي من يهرعون إليه أيقو الدقدقية أسأي كسو الدقدقية يامبا ومن قبل هذا كور فالكا كورنا كانوا حيا يعملون وكواسم السيئات وحن بيكو دقاق مجرينو إن رق الله تقو حق الدنبال لغم مراء وحن بيقاني قال لوط وحو يري يا قوم ايغانا بلا فلكا اسغا وخ لوغو هريي ما هو عذر بن ادم بلا بكوغو هريي الى امك نهارلا وافو نقدي قال يا قوم تلقي وحو ها اولئك يكون ما اركيسان بناتي غبده هيغي وي غبده مسلمات كو دنبو جيدا لانو نبي عرورته مسلمين تي غبدهود وا غبدهيسي اب او يحي والد بو يحي مركا ها اولئك بناتي علم غبده علم لوط بس ما هو غبده مسلمات كو دنبو جيدا هدا دوم ربا انتين طريقة الصمر وقبلها نوردن باندين سيني هو ناطر لكم أيها إذين نظيف سن رقب حلقة ضيو دمر با إلهي أبو طلق لي كل لحظة نسلق يترن كالكاس وكحرين إذا بدرد الجوشية قشن نمضة فاتقوا الله إلهي كبق ولا تخزوني هيا فضيحين في ضيفي مرتضي إذا أليس منكم رجل رشيد ونين قراد له أوح قرن أيها ميسو إذن كتير وايد سيدي قصد قصص كدير بايا إذا قبل نبي الوضوء عليه الصلاة والسلام oo biyo doontay ayay ku soo hagaageen ibraahim bay soo maray ibraahim iyo wixii malaa'ikada dhaxmaray quraanka ka sheekay in loo socdo qaryada loot oo la rogahay loo sheegay wakiil yiri meesha loot ba jooga iska waxa la ognaa iska daawsha waa
war dhammaystiran weeye, wax walba waan badbaadinaynaa, waxaan habartiisa ka ahay inuu qabo shaydaanta ah. Marka gabadhii baa niman dhallinyaraa Mikaa'iil iyo Israfiil iyo Jibriil bay ahaayeen bay sheegay culimaa Usiir wa Tawaariikh, aathaar badan oo ku timid axaadiita qaarkood dacif ku jira way tilmaanta. Malaku Jibriil iyo Mikaa'iil iyo Israfiil saddexda oo dhallinyaro iska soo dhigay bini aadam isku ekeysiyey oo qurquruxsan oo dalkaba laga aqoonin baa gabadhii oo biyo soo dhaamisay ku soo baxay. Markaasay dhaheen waxaan rabnaa Nabiy Ilaahay Luud gurigiisa nagu tilmaan. Waxay tiri halkan isii jooga, biyihii bay la oraday, ceelkii bay ugu yimaadeen, biyihii bay la oraday, aabeed bay u geysay guriga. Waxay tiri aabow, waxaan arkay niman dhallinyaro ah oona weligay ruux lamid arag quruxdooda iyo shaniga ka muuqda, tolkaana waa taqaanaa waxay marti ku sameeyaan, adayna ku rabaan ikaa weydiiyeen way nagu soo socdaan, maxaan sameynaa? Nabi Luud baa diyaar garoobay, martidiiba soo asiga gabadhiisii baa baxay, waa la soo qaaday guriga, laakiin waa la qariyey. Ruux bini aadana ma ogeyn oon ka ahayn reer Luud. Habartii baa warkii ogaataad, habartii baa hoosta ka dhaqaaqday. Nimankii shuqulka xumaa bay u tagtay, waxay tiri niman dhallinyaro weli la arag oo kuwa ku marqaami jirteena yaa guriga jooga maanta. Aafadaasi aafad u ahayd, aafadaasi ahayd. Nabi Luud uu qaabkaas uga hadlay. Waa maxay markii maxallu shaadku imaam ka rabaqay sidaa waad ka dhareysantay, walaa tukhzuuni fii dayfi. Marti waxay mudan tahay way in la karaamiyo, la maamuuse, lama ogolo in meel lagaga dhaco lagu xadgudbo. Martidu waxa weeye aad baa loo maamuusaa. Saa darteed Xafs ibn Ghiyaath markay marti u yimaadaan ama xer u timaado xadiid ka rabto ama nin soo booqdo xadiid ka rabo u yimaado, raashin buu u keeni jiray, cabitaan buu u keeni jiray, wuu maamuusi jiray. Ninkii daa maya anu cabbi maya ana xadiid ku sheegi maayo u dhihi jiray. Man lam yakul ya'kul ta'amana falaa nuxadithuhu. Ninkii wixii aan u garanay biyo ama shaah aan u keenay ama marti soor wanaagsan u keenay cabbi waaya, anuu hal xadiid u tamay ordayska taga xadidana fulan iga maqli maysaan. Waagii dambe waa la ogaaday ninkii Xafs ibn Ghiyaath u taga ee xadiid ka raba ama masale ka raba, horta wuxuu keenay inuu cuno calaf iyo baadiye biyo wuxuu keenay waa in la qaato. Kadib toban xadiis iyo boqol xadiid buu ku yeerinayaa. Hadda laakiin diido sooma hal xabba ku sheegi maayo, hal xaraf ku sheegi maayo. Marka martida aad baa loo karaamaya. Ninka la odhan jiray qiso dariif oo aad u qiimo badan baa dhex martay Sayyidina Cabdullah ibn Cabbaas iyo Abu Ayyub al-Ansari reer bani Haashim, niman aad u qiimo badan bay ahaayeen. Wixii abaal loo gala aan iloobin, kooda sagiirka xataa ka'ab ka'ab daba istaagay ahaayeen. Idinkuna kulliin waxaad tiraan reer bani Haashim baan gallaay, reer bani Caqiil baan gallaay, reer bani Makhzuum baan, reer bani Cabdidaar. Soomaali oo dhan Quraysh bay isku shubtay, khayr Allah ka dhow. Almuhim Cabdullah ibn Cabbaas oo amiir ka ah magaalada Basra la odhan jiray oo khilaafada Sayyidina Cali amiir u ah, ayaa waxaa soo martay u yimid oo ku soo degay Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari waa ogtiina dee fi taariikh wasiir abaalku uu ku leeyahay reer bani Haashim ku leeyahay oo uu kaga yeeshay xaq isaga waajib ku ahaa oo gubannimo uga soo baxay. Nabigu kii gurigiisa dejiyey maamuusay Ibn Cabbaas tii baa ku taagan. Xuraa Abu Ayyub maanta aniga soo martay anoo weliba amiir Basra ahaa, uu soo dhaweeyey uu maamuusay. Xuraa Abu Ayyub maxaa deyn lagugu leeyahay? Meel fog baad ka timid Madiino, xuraa 20,000 oo dinaar, 40 buu u tiriyey, 20 adoonna wuu siiyey. Gurigii madaxtooyadaas uu ka talay wixii yaalo dhan uu u raray, wixii yaalo dhan buu u raray oo farda u saaray iyo baqlo. Markaas wey intaa wax ka badan awoodi karana waa bixin lahaa. Maxaa jira sanne maxaad u maamuustay aminkan maana halmaamin buuri. Marka waa dhaqan bay u lahaayeen ninka martida la sooro oo la hagaajiyo, aad bay u jeclaan jireen. Ninka la odhan jiray Maxamed Cabaad ee caabidka zaayidka ee caalimka ee adiibka ahaa, asagoo nin aad u qiimo badan oo deeqsi u ahaa, Basru degana magaalada Basr nin walbo yimaado oo soo gala intuu raadiyo soori jiray ilaa lagu yeeshay 50,000 oo dinaar oo deyn ah lagu yeeshay. Maamul Cabbaasi ayaa warki maqlay, maalin bay kulmeen. Wuxuu yidhi waxay soo gaadhay in ruuxii Basri yimaadaba aad marti soortood wax siisee, waa sidee? Wuxuu yidhi mancul juudi cindana isaa'atu dhanni bilmacbuud.
حول منع الجود تغسل نمدا يوح بحنتا إن أضحوه ولا جس الركتوت كعب صوتوت كل عويده وحنو أهيس النبى أنا وقت أنا ذا إن يتهي إساءة ظن بالمعبود منع الجود سوء ظن بالمعبود حرف كي سدا سوء منع الجود وسوء ظن بالمعبود أما فقيرتا أما وحلي ويدا هوشاسي حول وملحون على الله قاضي إلا وحسوري ويدود وحبعين ويدود ديقي ويدود وحقوري ويدود وحي كدغان تاب إلهي سبحان قادر آية بلن قاضي نولا شادي علف قاضي إرساق هذا أتونتو وملحون وقادوي مركز هوشا أبغي إنك مأمونها نازونا لبضن بها أفكر وقومين إنك قبت بها فاستحسنه مركز وحوسي وفرط وكسار لحكون الدرهم بمالك وديب ويربل إريغاس آتري بأتابتي بالقبن ويقرد منع الجود محاتري سوء ظن بالمعبود لحذن كون الدرهم بوديب لحميان كون لحذن كون فرط كسار واجد دنبو ننكي محمد عباد قيمها بنا قيريودي ديقسيقها رقو واحترجي ننكا ميدو أضيئة أيال لو يدوي وحال ليلة ورن مرد انت محمد عباد مركاس نحن متنا بفقده وهو حي بمجده حول نحن متنا بفقده وهو حي بمجده أنا قاعد لمن بابا أنا بقول مركي اللواي محمد عباد أصول ونولي هاي شرفت يسين ما قعد كتة قبل ما أنت كنولي هاي يعني قبل النبي إسكا هاي والله وحلو فانطمي هاي ومضوا هنا وحصورته الله يسكور قبل لكن نبى تبرت يسأو وحتره جعلنا بطالب وذكرنا يسأو كي أبو ريك الشكي يرق أصحاب الصفة سلمان الفارس أبو هريرة خباب صحابتي فقرضها هيدو رنبا كشكي وحين أنت أنو أرقنا نين لمد جعلنا بطالب ما نعرق حق الدياق ده سوريد ده دون نكحي قروا النقي هدوح نوا يقوم بها انتو الدلاعيو يصبق كوهر اللي فليف الهجري وحن بايدين تري عقد انتو الدلاعيو بالك دناي أبا كيد كدناي رميقة قم به نع صبق كوهر يسلكي اللي فليف ورنجري مركاز ودي جري بيد وسكلها ما سقى على التريال الشيقة معدبة عليه والغمر سيهاي ما كلف الله نفسا فوق طاقتها ولا تجد نفس الا بما تجد بورنشري ما كلف الله نفسا فوق طاقتها ولا تجد نفس الا بما تجد حولنا فيه وحي سنكرني رب مسار قعنا وحي بحساء وحي هلي كرتو وعذر دارسه قبل نووي مركا ساسا لدين كدون اياه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال نبي حور من كان يؤمن بالله واليوم الآخر حديث كدور قرب أن صوم الرام في الهياء اللي آخر أحد كرميي فليكرمها كرامي هم موسوها وناتي ضيف مرتدي إساء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه قرابدي سي حقالي ساحر الشو ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا وناكها كها الله أو ليصمد أما هيسك آموس روح منك آخر أتلا دقا يألنا كعب سنة هذا الكسوة أمي زامن يهيب النبي كلي عليه الصلاة والسلام أما خير بكها اللي أمو اسك آموس هيا وخير وكفى إيدي وأجر وكيه لأنه كها الله وقرآن أخريه ووردي وصليه وإلهي حصوه يا إما إنه شبي هذا دبني سكاءت كاله وحول حي الله ما أركو متفق عليه وعن ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي الله ان مقلي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه مرتيس هما موسى وناجيها قدري جائزته بدل وي والله شيغا وانا منصوب بنزع الخافض والله شيغا وبجائزه بابا قوم بهذا الشيغا فليكرم ضيفه بجائزته معناها سانا كفي عن معاني ذكر الله شيغو مرتيس هكو كرامي بجائزة أبا المرنتيس جيزي إجازة هذا وحا روحا لقاق فرحية هديان لوسي لغم ماموس راشين قاسك عادي قامي ميدو قونا مرتب الله ديريا جائزة لقاق وده فليكرم ضيفه بجائزته قالوا وحيدا صحابتي وما جائزته يا رسول الله رسولك له جائزة محيطة روحا مرتدعة شيء لقاق فرحنا يلغم ماموس تحفظة اللطفظة معيطة قال بحوري يومه وليلته يومه وليلته هبينك أهر ريو يمانك أهر ريسوي
هبين يا مالك أهري سما موسى أو حرمالي أو قدرين لي بل أو بربرة إذا روح مرتدا وحي كدن بيا هيرك وحي كرصدان بو حكا لقب هيا هاش مرتين بل هيرك ور هيرك هذه سودو وحانو بوشدا نروح نيسا لكن هبين كأهري يا مالك أهري وأنا أتصلك إسكان مرتد ودا شو حد اللي كرتو أظن إسكان لفينين والضيافة مرت صورك ومرتدع عادي كان ثلاثة أيام صدح مع المضوي فما كان وراء ذلك صدح بروحي كدن بينا فهو صدقة وصدقه كتمت مضيف كتمت عليه على الضيف اللي هو صدقيستي متفق عليه وحديث اللي هو فقيه وحديث كأسكا مسألة خلافية علوس بميشن كنت جرتو وإذا دو حيليهين مرت صورك وصدح مالك أوه الرئيسة يوم الجائزة الليلة هذا مالك أوه الرئيسة تصفي عن روح أم موسى وجائزة ومالك لبضى الضنبنة ومرتقات كعادي قاها نوحيدا ويكالت نوحيدا ما هي وأفر مع الموت صدح بريو مرتصور عادي قاها إيا مالين تي جائزة لقاربا وذا دوحيدا ما هي جائزة ومالك ومحي مالك ونينك مرتدى كاتتقيو يا صهير لقاربا أو حرمعه وريراها كلا كوسي جارو صدح برواد مرتسوريسا أضي أف ثلاثة أيام جائزتنا وريرا كالوحو كغام ببيحي لها ريراها كلا كو جاري لها وواسايل الله سينا ايو إن يرو سنقرا لوق انتهايا إن يرو علينا راشين كوسي كرسان لها بسكو ديار سنتو جرو علب يوتك حديل لها ايو هيلي بصلي اه وحلقم ما مصو حاوي ورنيو مير عذابات كل دعي كرتاير بري بين هذا الهلم بلغة يا أبا بل أنت النصايح كسر له جائزة واحدة وتبين هذا الضمبل الصيني أبو عبيد بن سيدا يري اللغوي المحدث الفقيه حابن حجر الحرسي والبنتان يري وركيس واحد عام ولا إياه لكن وجه كلام كل جمعنا يا جمع يساك لكم أقنعين ورك أبو عبيد بكفع أحمد بن مركل لو يدي تفسير كأحاديثه أسوق مد وحول شري إسحاق نوحور والحق يقال أبو عبيد أعلم مني بكتاب الله وسنة رسوله حقه وإن الوقت ديمه أبو عبيد بايقا قبان أسقى ويدية أبو عبيد وحور الضيافة عند العرب وصدح مع الموت جائزتنا هي ومالك الضنبي روح بحها يتبين ذا يسايد الله سينا يوي أنا أبشر ما بنقى النقى مرتي الصور وحين يوقي هاي دور كهبين وروح كل شيء دور كهبين وروح كل شيء أبي جمرة وحوري ابن عباس من مرتية لباب بلود إلي تشوك برو مرتوها لباب بلود بيو مركز وحوري سورة النص يقيبي ريو وشيكلي وابن عباس أنفع علي عبد الله ابن عون وحوري مالي مال مكة حسن البسري من سوب مرتي قرقي سورة كما قاني مان إبت حل كل واي أهي أدعو كل بنا اللي استاكرين سريتي سمان اسكاكا سيحذي بأسوك ومقان مرضا بو يميد وحالي عبد الله ابن عون باتشوك أو وكا سريتي بكتشفة وحان توصيب رأسوك إبابين هيا وانتو قاتب بابس كليلك يقبب بين هيا قولي محاكو سوقلي إذن الآن نيكا سرت اسكاجفة أنشو حما هوليه صمالي صقرن بيزان أوشا مشا غيريس كالسوني يسكو هاللين بوقو سيحلي وعلي آهاي وعلي الله بي آهاي لمن علماء طيب وضيقي آن سومرتي إن قوشي سكاكا سيحلا وحان توصيب وري كليلك يديد كي قد عاي يبب بين هيا مروحط إيه النقضي مركوا كرامين تيكم من التايات رواية مرك حديثك أبو شرح أوليه با عديسة إني كلا دوان تهي ضيافته جائزة أي كلا دوان تهي وسيد أبو عبيد وكفة سراء أي تهي الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم والليلة كلا دوانيه مرتقاتك وصدح مع الموت جائزة وهبين إيام مال وأفر كلا دوان نسك حق وأنا حق الضنبية تبين روح القصة هي القدرة يوي متفق عليه وفي رواية للمسلم رواية مسلم وليه حكيم لا يحل أم بنان لمسلم روح مسلمة أن يقيم إنه كنا قاضوا فرد عند أخيه ولك حتى يؤثمه إلى أدم باتشيو مرتد هذا الله الله يا نيك مرتد أهل التركيز وحضر بين إسقرتو وسن ولك يسمى موسى الصورة وسن إسكا أكبر يسنن ومرك لما موسى دنتي سوسي وتو روح مسلم كما بنان ولك إنه أكبر يست إلى أدم بجليه ودم باشي وفي رواية لا يحل أن يثوي عند أخيه حتى يحرجه حتى يحرجه قالوا حدا صحابة يا رسول الله رسولك الله وكيف يؤثمه سيبو دم باشنية
dembi see ugu ridaya, waan martii anugu way maamus, waan iskala joogay seen anugu dembi sabab ugu noqonaya. Qaala subhanahu wuxuu yuqiimu indahu aqtiisu ku nagaana uu iska akfariisan walaa shay lahu asaguna waxba ma hayo yuqriihi bihi uu ku sooro wuxuu qira oga dhigo oo ku soorana ma hayo oona iska akfariisatay uu ku dhibsani qalbigu qabani mararka qaarkood in ruuxu kula hadlaa laga yaaba walaade walaal waxaan heli kara waa ku siiyey meel labaad u socotay show cagtaad furi lahayd buu ku leeyahay ha ku kallifin xishoodka uu xishoonayo kaa xish anaa dhibayso culays baa ka imanaya waxaan munaasib inuu ku hadlaa dhici karto dembi uu la yimaado inuu adiga ku dhabsada dhici karto dembi uu meesha ka asiibo marka aduuna marti iska dhigo wax garo asna xaggana ha lagu maamuuso baabu istixbaab tabshiiri wa taaniati bilkhayr wuxuu baab yahay in la jecel yahay in la isu bishaareeyo tabshiirku iyo bishaaradu waa al ikhbaaru bima yasuru lmara wax ku farax gelinaya in laguu sheego ayaa la yidhaahdaa wa taaniatu in laiskugu hambalyeeyo bilkhayri wanaagga kugu soo kordhay wanaag baa kuu yimid caafimaad baa ilaahay ku siiyey tawbaa ilaahay kaa aqbalay qur-aankii baad xifiday culaysku haystay baa ilaahay kaa sii qaaday xabsi baa lagaa sii daayey dayn badanoo kugu fadhiday baa rabbi kaa bixiyey musiibaad ka baqaysay yacni waxaad ku faraxdo ayaad la kulantay in lagugu hambalyeeyo lagugu bogaadiyo waa waxay tusaysaa in lagula saftay lagu garab istaagay walaal lagu yahay wanaaggada lagu farxaayo maanta keligaa ma faraxsan anaga kula faraxsan wey farxaddu way noo wada jirtaa in walaal lagu yahay lagu tusaaya lagula dhashay ahl lagula yaa lagu tusaaya marka waa taaniatu bilkhayr idan bishaaradu marka waxaa weeye waa alikhbaaru bima yasuru lmara maca kowni hayra macluumi lwuquuc waa shari waa shardi haddii laakiin la odhan lahaa waa al ikhbaaru bima yasuru lagu daysto howlo badan baa ka imanayo fiqiyaad badan baa ku xidhan wadaad wax isku ka murmeen nin hadduu yidhaahdo ninkii ugu bishaareeya in wiilkayga nabad ku yimid boqol kun baan siinaya oon anigoo ugu bishaareeya inuu yimid uu soo galay maanta 8 saac buu yimid nabad qabaa boqolkii buu ii dhiibay haddana wadaad kalaa yimid xuli wiilku uu soo galay 8 saac boqol miyaa laga rabaa may fahante boqol lagama rabo waa al ikhbaaru bima yasuru lmara maca kowni hayra macluumi lwuquuc baa shardi qayd ah ninkii hore ee bishaarada dhiibay baa iska leh hawsha ayada hadduu ku dhaarto ninkii ii bishaareeya waa xor addoommadii ninkii ii bishaareeya ii sheegay wiilku nabad qaba waa xor hal addoonka ugu horreeya xogta dhiiba baa ku xoroobaya hadduu yaa ninkii ii bishaareeya intaa ii sheega waxaan siinayaa boqol kun ninka u horreeya iska leh boqol kun kuwa dambe o dhan waa maxay waa macluumu lwuquuc hayra macluumu lwuquuc baa laisku ogaa waa in ruuxu uu ka war la'yahay dhicitaanka sheegii ninka doonaya ayaa ii bishaareeya leh wa inuusan ogeyn hawshaasaa shardi ahayd wuxuu ku ogaaday bishaaradii koowaad buu ku ogaaday annagu bishaaraan dhahnaa reewaqooyna bushaara yidhaahdaan baad ay godaan bishaara bilkhayr ree koonfureedkii howlaha kaloo dhan waqooyi laakiin bushaara lagu leeyay baada lagu godaaya waa lahjataan wey culays kalama waa laba lahjo soomaaliyeed qaala allahu tabaaraka wa tacaala fabashir cibaadi nabi allow addoommahiga u bishaare alladiina yastamicuuna alqowla odhaahda iyo weedha iyo hadalka dhagaysta oo fayatabicuuna raaca axsanahu qowlka kiisa u wanaagsan hadday goob fadhiistaan ama la waaniyo ama wax loo sheego hadalkaga dhuuxaan oo dhugtaan kadibna miigtaan inta u fiican bayna ka qaataan hadal badan moogta lamadoo qaadi kare murti baa laga qabtadaa wey ilaahay baa ku ammaanay wa qaala tacaalaa wuxuu kaloo rabbi yidhi yubashiruhum rabbum rabbigood baa u bishaaraynay jannada ay leeyihiin iyo khayrka dhan u sheegay dadka ahlu khayrka biraxmatin minhu naxariis xaggiisa ka timid baa ugu bishaaraynaya wa ridwaani raalli ahaansho iyo wa jannaatin jannooyin lahum fiiha naciimun muqiim oy weliba ku leeyihiin nicmo iyo gallad iyo naxariisaan dhammaayn oo nagaanayso raagaysa wa qaala tacaala idan rabbi baa bishaaraynay nabigaa la yidhi ummadda u bishaare wa qaala tacaala waabshiruu biljannati allatii kuntum tuucaduun ku bishaaraysta jannadii laydin ballanqaaday laydin yaabohay wa qaala tacaala fabasharnaahu bigulaamin xaliimin waxaan nabi ibraahim ugu bishaaraynay wiil cilmi badan oo dulqaad badan waana ismaaciil aha raajix min aqwaali ahlcilmi ismaaciil wey axaadiisna way ku timid macnaha isagaa
إسحاق معها. وقال تعالى وحر ربي يري ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى وحاتمت أنبياء النبي باتم رسول عفوا ملائكة باتم إبراهيم بشارة وكينتي إسماعيل بلوغ بشارة إسحاق بلوغ بشارة يعقوب بلوغ بشارة أنت بلوصي الشيخ ومن وراء إسحاق يعقوب بلوغ يري إن لوط وبربالها الله الشيخ هؤلاء بلان بلوغ الله الشيخ مركا ملائك باب بشارة يسوي نعم محمد الله فرعين وبشارة الله بشاريني إذا ورقا وناكسن استحباب التبشيري والتانية بالخير التانية بالخير وإنك صوم الرأي طوبة كعب المالك تقصوا مرتين. وقال تعالى رب حوك لو يجيري وامرأته قائمة هو إذن أيتاقنت إنسارة أيتاقنت أي رضي الله تعالى عنها فضحكت واقصة شيء مرك إبراهيم لو بشاري وحبنا الله شيء يي قصة شيء فبشرناها بإسحاق إسحاق أنا أقول بشارنا أيدي ومن وراء إسحاق يعقوب إسحاقنا يعقوب أكسي الدنبي يسوع النبي أه. وقال تعالى فناديناه عفوا فنادت الملائكة زكريا وحاول واقضي ملائكة حاول واقضي وهو قائم يصلي أسوق التاجن والتكنة في المحراب محراب كنت تكنة محراب محلويا لغويين وعند محراب محلويري لأن المصلي يحارب فيه الشيطان محراب ساسوي ماشاة كنت كتير إلى كوب بريدة كوب عابدو وقوب على الشيطان كلا دجالن حبت بتكرر إيزا بسوق الله إيزا ما أنتن شلك كارد عايا برون بضفو فيس ساسا محراب لو يري ومن الحرب أو الحرابة وهذا سلاسة إليه وهو قائم أسوق التاجن في المحراب يصلي في المحراب محال لو يري إن الله يبشرك بيحيى إلى حقوق بشارة يحيى إذا هو شيء لغفر حاي. وقال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسم المسيح طيب ملائك بوحال عفوا نبي الله الشيخ بومد حصه وشيخ ملائكة حلقة يكتري يا مريم إن الله مريم إلهي هي ألوين يبشرك حقوق بشار بكلمة منه وير حقي سكتي مت معايا إلي نبي الله عيسى من غير ذكر ولا عام بكم بلغة أبوري وأكد هو إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب اسمه المسيح ويرد أيضا ويلك إلهي وكأبوري يمك عيض المسيح بالله يدادة هذا الآية والآيات في الباب كثيرة معلومة آياتها باب كويم ويبدأيهم وانا لا يقعنا وأما الأحاديث فكثيرة جدا أحاديثنا آيات ويبدأيهم وهي مشهورة واعان في الصحيح بخاري مسلم بيعان كتاهم منها وحكم ذا عن أبي إبراهيم ويقال ومحمد وانا إلى هذا ويقال ومعاوية وانا إلى هذا عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلهي بشر خديجة أبشار النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه ببيت قري قصري في الجنة كيا له ومن قصب لقسمي لؤلؤ معدن لقسمي لا صخب فيه بغي قيلية صوحا وسكد حشرين ولا نصب الدال ونكد حشرين متفق عليه أبو القاسم السهيل والجزاء فيه مناسبة للفعل تاريخ ذا قرآن كان إن بدن أخري برو في ريا سنة أن تبقى لي هذا أكتب وري أدون إله أبا المرين أيه أو شيء كو أبا المرين أيه شيء جا أسقى اللي هو أبا المرين أيه يأدون كفول وسمي علاقة كده حيسبر لأن الجزاء من جنس العمل إذن هؤلاء أنا يمركو ذا دو أدو راح لين حوال القلوب نمن كهلا نمن كهلا سلوكيات ك نمن كأسرار اللطائف تي أسرارتك كهلا آد بيروح لين وين موقتا وحال يدي محا خديجة لو قوني إلي ببيت لا صخب فيه ولا نصب هاين لسويديوي بشر خديجة النبي وبشاري ببيت قري قصب في الجنة كويا الله ومن قصب لقس قصب كواها قوح قصب في نماء يدلك يقوله لدى رأي كان سنكرت كمي قتان ميه وحال لوجد ولؤلؤ يدموي رواية طبراني في المعجم الصغير بعد زي يعني قصب اللؤلؤة بوجهها ما أولينا ناندير حوت كأي سكرات كذا كدلها هي طبراني في المعجم الكبير عبد الله نواف في جامع وعكويم ببيت من لؤلؤة مجوفة وقر لقسم دائما هي جواهر لقسم جذها كض ليلة وقصر وين ببيت من لؤلؤة مجوفة سكاس بصري حديدكم مناسبة مركز لا صخب فيه ولا نصب وحال يدي وقول وهو الرئي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركي حلك الله صار الله دري دب ولكل مي
مركو يمادو كنا سنجري عليه الصلاة والسلام هوين كان نبي محمد وردان هوين وحي نبي وحو لبصد آن سمينين مجرى الليل وان خديجة كأهي خديجة أكتين نبي وكنا سنجري كما دالي جرين كما نيوغ جرين روق يا بوق يا صوحا يا دال لكما أرك جرين كريها كلاوا كنا سنجري لكن مرقا قاركو مصير معارض باك جاي من شري أما خديجة ولي موسى كأرقا وشا أيضا مركو سود على ولا ديبو ماشو كنا سنجري وي روحي أوه ري الرمي وي أري أود بصدو أما نبي أو قنصدو ولي خديجة ما يصدهم بالله نبي الله محمد مركا قرو كنا ولا نجد بلا سخب ولا تعب وين قبل اللي قبضلوه هم ببيت في الجنة لا سخب فيه ولا نصب ولا نصب وتعبك صوبناها وافضل افضل الخلائق على الاطلاق على الراجح من قولها العلم ومساله خلافيه انا اجماع عندي ذا اجماع على الشيخ وحبك مجرى وابين لكن مساله محراجعها ها ومساله كلي نول باجماع سوقوري فقد كذب والكذب قد يكون عمدا وقد يكون خطا لكن محراجعها رسولك هو افضل الخلائق على الاطلاق أما بشرية أيضا مرمى ملاها من حيث الدليل بان قال ولي مرمى كتاكون أبي إبراهيم بارك لس وطان ملائكة جبريل بان من وطان إنه جبريل أفضل الخلائق هاي أدي الله بلان باكت يكتو سيسا لكن ما كان ليس ريحه وحان لنا هاي نبي عليه الصلاة والسلام وأكرم الخلق عند الله وأفضلهم ومسألة خلافية خلاف صائغة كفرا خلاف أهل بدع بس ماها يعني لس كله قينا وش أيضا نينك سوقري إجماعنا حتى ردمين ما كوجر تسكده وضمان قاب تسكتهاي أما أقول أنت جارسن المهم ببيت لا سخب فيه ولا تعب مناسبة دوات فانتين أمنا خديجة ساسا الليل نبي محمد عليه الصلاة والسلام قوري قيدا وكنا سنشري لبكما أركي تشرين ماشو كنا استمركو صور رفاضة يا هيد صوحان يا قيلو إذا هذا العود بصدا ورقي كمارك سادرت النبي وكي كسمر ويا خديجة عائشة وحي كل عيوانا صوم مرة إيه مركا يجري محاضها بر قريش هذا وهو رقل لفتاد وامك وهو هيسا إلهي وحكو سي قبري ربك أرى وحلا ميد على عرق نبي وحول إلهي أمسي إن خديجة وحقا خير بضان عند الحقائق نبي وزراح حرية هدي لو ودي دوك قضيه وش عايش عايش النبي ولي عايش هذا مكي خديجه سواق مرتنا عايش النبي وحلي هاي سؤال ترتيب خديجه ما قاري كرتيد جبريل باو بشاري والنبي محمد وخديجه النبي محمد وكور الدين هي وخل وين هي غير حراء يا جبريل حكومه خديجه سو صوتا صوت ضويل عانا كو سو صوتا اديك سو سلاميسا مكي كو تيمادو ربي انو سلامي وبشا وشيك جنن او بشاري أنا أقول السلام بوري عايشين تام مهرين هوين عايشين كم يجوا تقول سؤال كذبة روح كله هلو حتى مسلمين تاكو ما تجرو إلهي بقصوص السلام أي أنا أجيب لك السلام وكلجت وخصيصة من خصائصها مركز خديجة جور وحلو جوني يا أبو قاسم السويلي آد بوقع وش وقع الله سير مع كتاب كيس أرود الأنف كفيرية أنا تاسك قطعه القصب هنا وحوى اللؤلؤ المجوف واللؤلؤ ذي دائما تل حرضي جذها لا حرض مركز هي سيقرع ما كيس كل جنتي كوسنتين للدولي نما قرع سنو قرو وين ولا جسم يو دائما لا جسم ي والصخب هنا الصياح واللغط صخب كنا وروق إيو يلا يلا أوي والنصب هنا التعب والدال كي نوجد إذن نبي محمد بأخذ جوب بشاري جبريل بأوب بشاري الله صل سلامي هواها سمرك وسنة أنبياء ملائك ويا لقوله إن ذاتك خيرك لوجو بشاريو هذي لي ماذا لوجو تهنيه لوجو هم بليه وعلى موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه توضأ إنه ويسجد وشجع في بيت جلوس كوي ويسجد موسى الأشعري ثم خرج جواب بحي فقال وحوس يجي نفسي سكوي يجي لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لمن لازم يا مانتا ولا أكونن وحنا يا معه ولا جيرنك يومي هذا مره يقول قصة بحي ويسجدي يوحوني يستمانت من النبي قال له شو انتم قبل قد عاي النبي يقول له شو قو انصري نبي محمد بن لازم يا اون له شو يا مان مانتور فجاء المسجد مسجد النبي يقول يمد الى النبي قال قصة كو اوغان جري
غريسنا كولين فسأل عن النبي نبي قلت يا نبي أوي بالمك مساجد كواي فقالوا وحيد هذين وجه ها هنا حقا ودقاقي وجه أي توجه ها هنا لن كانوا نبي ودقاقي هذين حق بيرة بيرة أنصارين قال صحابي حلو فخرجت وانبحي على أثره النبي رات كسيبان قاضي أسأل عنه نوي ديني لن كلي ودقاقي بان أبحي رات كيبان قاضي روحي أنا ركب النبي ما أركت ها ماشي أسوسي مراي قال لي هذا حتى دخل إلى النبي وقال لي بئر أريس علك لورنجري بئر أريس علك أريس وقال لي فجلست عند الباب الباب كأكتيسان فريستي حتى قضى رسول الله إلى رسولك لا أردم ما يستي حاجته دنتيسي وتوضا ويسقاتي مركو النبي وكرت ويسقاتي انت الباب بئرت الباب كذي بان جوغي دد كان كعلناي لان النبي انه استرو جعلاي فقمت إليه النبي أن يستأجى مركو صون نقضي فإذا هو قد جلس النبي قد الفريستيبا على بير أريس علك أريس قد يسيب قد الفريستي وتوسط وحبر تميسو نحذر كذا هذه قفها كركار كذي قف كواد ودرب الجورجية علك أما روبد الجورجية أما شميت الجورجية أفكار كلها قد جاي بيها قلقلها هي وسخذ وحاي قشن كلا جاي اليوم معين هذا أنا كركار قوم متكن ودان تأي قبته لو يستقال لورن شري هذا باش هدي نجح لوح حروش من تلوح ولا رم قاله معنا ضاينا هيجعل هاي كركار ديس كرمي يا هيدي ماسك ألقى ماسك جو ودنا زوما ما يو هاي نجح عن أفكار لجوا ورجي علك أما ضوابط لجوا ورجي لو يستقى إيه ودان تأي قبته إيه روحه وحشوبه يكو يستقى إيه عيلك اللقوء إلى ليا اللوجة وقفك وأنت المهم فإذا هو سبحانه قد جلس ووسق فريست على بير أريس كد الفريست وتوسط برتميست قفها كركار كيدي وكشف عن ساقيه لبدي لدون النبي وافيد لقوي بكل الذي عيلك مركز لدون من النبي ومرضك القاضي ودلهما وحكل كل الذي شيء في البير عيلك بلقوي كل الذي يكسي داي فسلمت على النبي عن سلامي ثم انصرفت وان قدم والله النبي عن سلامي هو بصدق إنه نبطق بكدي من الباب كبرت أيام كنا قضي فجلست عند الباب الباب كثير سان فريستي فقلت وحان إلى أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم ما أنت حاري بس نبي واضح شو صوما ولا شوكته ما أنت الباب كصدق قرن تاعي الباب كروح أيضا سودين يسون كسر قلي نبي بواب ملاهين نين الباب هيا أما وارديا أما استاف أو الباب كتاعن ملاهين وهوشا لغو يقياي منا أقلين لكن مركا قاركوت ويدي عجت النبي ومركو جرائيني صحابة يوز حيل قامة دمانت النبي قادي هنستيو حق كمبرا سوغا ويدي عجرت تيو أقلوي لا أكوانا وحنقونا يا بواب رسول الباب شوغي النبي محمد اليوم ما أنت فجاء أبو بكر بايمي نوال باد النبي مكلا ولا سورة دي أبو بكر بايمي النبي سورة قائزو حقين أصنوا أصوق علي ماشي بايمي فدفع الباب الباب كي الريحي روايدي كلو حيد فدق الباب الباب كي قرعو كويي تاسنا كفيع اسكر ريحمي وكوين تاسحا الباب كي وحرين واركا بيرتون ركبا اسكالي وكويي اغفروي فدق الباب فقلت حاري من هذا وكما روح الباب كي قرعي فقال ابو بكر فقلت حاري على رسلك ترتيبتا تاغنو هلكا كدقاقي ثم ذهبت وانت قدنا ابو موسى الاهي فذهبت فقلت يوحاني يا رسول الله رسولك الاهي هذا ابو بكر يستاذي ابو بكر باجوغو انو سو قال الربا ابو بكر با اذن ويدي انو كيما دور ربا فقال صبنح اذن له وبشره بالجنه هذا بيت القصيد او اذن انو سو قالو جنن او بشاره اذن ابو موسى بشارين يو بشارين يا خير بوغ بشاره يا ابو بكر فاقبلت وان صوم تشيري حتى قلت لأبي بكر اللهم أبي بكر كوري ادخل صوغل ورسول الله يبشرك بالجنة صوغل أغونا رسول كلاهما جنة كوكو بشارين فدخل أبو بكر با صوغل حتى جلس إلى أفريستي عن يمين النبي نبي مديك تيسة معه لجيرن كسو فريستي في القف كركار كيبو كلا فريستي أفكي عيلكو كلا فريستي ودل وارها رعية وافور شيء وسيدة رجلي لبيس اللغوات بسيدة في البير كسيدة عيلك كسيدة كما صنع رسول الله صور رسولك إلهي السميع قبل نموي هذا أبو بكر أصدقه مرد سيد ديسن تقولوها سيد ديستو حيوق النبي قلنا حشوده مرد سيد ديسو دي دي النبي قلنا سيد يلي بولي يلي
هدو أبو بكر أسوق مرة لبل ندون كسي ديزن لا نبغو إنه نبغو دبو أما هو حشاده يكبقي نبغو كوافق ميدك تكفر يستي سوزن نبغو يلا يبغو يلا كما صنع رسول الله سورة رسول كلاي سمي وكشف عن ساقيه لبل إنه مرض يكقاضي رواية حدك ولا هاي مركنا أبو بكر كوري صوغل نبي محمد نجنه كوكو بشارين إياه فدخل أبو بكر فما زال يحمد الله حتى جلس بوري رواية صحيح فما زال يحمد الله حتى جلس الحمد لله اللهم لك الحمد سؤلها ينبغ الله فريس أسي سعودي الباب كوكب الله بي إلهي نكو حمديه إله ونبغ الله فريسني فما زال يحمد الله حتى جلس مع النبي عمر نساس كله السمائي رواية أحمد باورية بسند جيد ثم رجعت وان لابتو وجلست الباب كما فريست وقد تركت انا وحانا كسو تقي اخي ولالكي ابو موسى الاشعري لبا ولالا لسعود مركو سو اسلامي نين ابو روح من بالو نين ابو برده لورن جري لبا ولال بولها نين ابو برده لورن جري نين ابو روح من بالو لورن جري لبا مسلم مديني جوغير مركا وقد تركت اخي ولالكي بان كسو تقي يتوضا سو ويس قدني ويلحقني سو هليلي انو ويس قاتو ومسائدك سو ادان اسكو اوغي انو با كسو هورمري فقلت محارب في نفسي إن يريد الله بفلان إلهي أدهب اللطون يريد أخاه والكب كوضعي خيرا وناك مانت اللطون يأتي به مانت أرهب واكيني ماشي لسب جنة ماشي كسعوت مانت بشارة كسعوت الباب كان راكو قرن واكسي الدين إياه ولالك هدي إلهي خير لطون مانت هو إمار يا إلهي باكيني خير قد موت حكو سعداء قرف حكو سعداء هوش بشارة اسكسو عميه حول فإذا إنسان يحرك الباب مركا انت ايدي روح باب الباب دقاجناي او كونيا فقلت حار من هذا واكم فقال عمر بن الخطاب عمر باسو النبي انت واي سورادي ابو بكر باسير هذه هالي وكذب تغي او سو هلا اسغون واي من سو سو سعدي فقلت حار على رسلك ترتيبت هلكا تاغنو على مهلك على مهلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه نبي محمد بن سلامي وقلت محمد هذا عمر يستأذن نبي الله عمر نواك أصونا إنه صوغل الرباء محان زمية فقال وحوري إذن له إذن له وبشره بالجنة وإذن صوغل لي جنة نواك بشاره فجئت عمر عمر بن أمد فقلت محان كوري أذن نبي وقوف الصحي أي أذن لك النبي وي ويبشرك وحقوق بشارين إياه رسول الله صلى الله عليه بالجنة فدخل عمر بن سوق قال فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرست في القف كركاركي عن يسار دنك بيدحب كفرست ودل رجليه لويس نوار رعشي في البيع الكرارعي ثم رجعت والله ابتو فجلس روايه احمد بحيث فما زال عمر يحمد الله حتى جلس مع النبي عمر روح بلا بتحميد سيد ابي بكر الحمد لله اللهم لك الحمد ربي لله الحمد الكاسو مهض ودلدلي الى النبي قال فرسني إلا وضعكم ماتن الله وضع إيقرتي ثم رجعت والله أبتي فجلست وان فريستي فقلت محاري إن يريد الله بفعلنا خيرا هبل هدو إله أبو الروح من أبو برد إله خير هدو الله دوني يعني أخاه ألكب أجداي يأتي بي الله واكين إياه خير خاص أجدادي ما أنت هدو رب إن جن الله بشاري ها إسكينه وألكب أن الله خير إله والله دونه وبا إسلامي روح وان مسلم وان قاس رجع وعليه لبعض المسلمين بهاي فجاء إنسان بايم فحرك الباب الباب كيف رقاجي إنسان كيس الدحات فقلت عاري من هذا واكما فقال عثمان بن عفان عثمان واك أصنع وصعدا سيد الوك الحجة رجع الوك الوك تينزما لو تبهي حوالها ما كيزو حرودان سيد الوك الحجة على بدن يبقى حوالها لو تبه نفيب البامغن هيب البامغن إذن أبو بكر بن نبي صوهل مركيبة عمر بن صوهل أدنى عثمان واك خلفاء دي بأسي دبتشوك فقلت محارب على رسلك ترتيبتا بلسيت تاقنو وجئت وإمد النبي نبي قانو إمد فأخبرت وحن أشيقين عثمان تاقيا فقال نبي عيدي إذن له وفصحين الصوغل وبشره بالجنة جنة وقب بشاري مع بلوى وفيروي على بلوى بلا يد مع يد لقب وتصيب كل عدونت جنة وقب بشاري بلا يعيكه الرئيسان ليدي جنة أبو بشارة فدنا إيه دب كور أي دب كورس دب كور يا جنة ديزا إنتو زن جيلن كور دب بضم مريا مصائب مريا فتن مريا
روايه حديث كحيه وكله روايه كل احمد وهي على بلوى شديده تصيبه بلايا درن او قدح دونت على بلوى شديده تصيبه. فقلت وحاري ادخل سوق العثمان ويبشرك رسول الله بالجنه مع بلوى تصيبك بلايا قدح دونت معت سوق يا جنل ابو بشارين. فدخل وسوق عثمان فوجد وحوها القف كركار كيو قد مولي الا بوحشي نبي محمد باكو فريستي عمر با فريستي ابو بكر عيل كد عيل اسكا فير بوهاي واب بحسامي ميلون مركا كفريستو في عم بوهاي رنكا بدح بكسو جيسة مركا. فجلس هو فريست عثمان وجاهم قماتي غوضة مالا يوكو آدن قماتي غوضة فريستي ومن الشق الآخر رنك كلا رنك مدق موية رنك بدح بحاجة كسو فريستي. قال سعيد المسيب حوله نك حديث كورنا يا ابن موسى كورنا يا تابعي سيد التابعين. فأولت وحان كو أولي قافك أفرديان أبو بكر يا عمر يا النبي محمد يا عثمان أفرديستين مالنكا قبورهم قبور تدبان كو أولي بولي قبور تدواتك تاني نبي محمد ملكو سيدان وحبالين ساوية له لبدا قربها النبي محمد وحان كو آدم مدح أبو بكر وساو قدبيال نبي قال سيدا ويا له أبو بكر با سيدا نبي قال لمس إنه مدح أبو بكر وحكو آدم هاي لبدا قرب سلكو النبي وكو آدم أبو بكر مدحيسو قربها النبي وكو آدن يحي قبر قبك لسو دبر دقي عمرنا مدحيسو حكو آدن يحي اللغة النبي محمد عثمان بقيع با لغو حبالي با حجدي آقا ما بكو حبالو بقيع بكو حبالي تيبو كه الله يا مركو حكاها الله يا صدح ذنوا كل مين وقوب يكو كل مين سيدا هذا اسكو دبا فريستين بين اسكو دبا يالان نبي أهو الرية أبو بكر باكو حقا عمر باسي دبا فريست وريك قاسوي قبورتون هذا واسيدي سيدا بين نقطة فراسة سعيد ويس كانت نبي قا سيدا أويال أبو بكر با ساء عمر با سيدا سيئة مسمى إذا فيرنا مش مر جانس اللي هلو الله فريبا إياد وحي ركيلي سأديك قال شوق وحوالا كمارك شوق إنها كتاقي زان وحوالا كمارك نقا كدالي مرقى متفق عليه رواية الوحي لسعيد اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان هل كان يكون من صدح أبو بكر إيا النبي محمد وعمر عثمان قوني بو يستاقي فراسك الآن إيا موقع نيسا ووحت الماما أنا عرق أبو بكر نبي محمد يا أبو بكر يا عمر صدح ضداسي اسكو السيرة يا هاين حق الرقنك يا عدالة يا اقتصاد يا مملكة. حقوق سيدنا عثمان صون وسيكتين باكوتي من خلافي سقاب كمملكة توزيع اقتصاد يا نقالها. طريقة كبدنا طريقة النبي ياتي ابي بكر ياتي عمر وكو اجتهادي بوليمت لبدنا كغيمت. اذا وحى صدح لان قول او قول سيدنا عثمان قول ويستاغي معناها انا وكجرا. معناها ضوي هي خاطرة روحانية وربانية وخير هذي بلايك الله تعالى قد بغادي وحشي قلنا ولي ما رغانو رمان تفيرنا يا حديث كي يقصر دعضي خواطر بلاي علي اسم الله معنا كلهم هي ما جروا دين شيء قدونا خطر لبتركيز وياي ودون أي سنت المامن وزاد في رواية رواية كروح قدري حديثك وآمان رسول الله رسول كلاه وحوي فري بحفظ الباب الباب كينا نجوه فري نبي إمام فرنا ورواية كالي وحلقو جمعية مركوري وصوغ علي أبي موسى نبي أو أركي أو دنا بيقول دنا قدنا يي الباب كعليو يوردي ويان لا يسوق إنت أن دنا قدنا هاي نبي كويري مركو نبي قدنا هذا ميسي ويسيست عيل كسك سفر استينا الباب كإنه جوجو إلى ليو قبطه وش وحقو عن كذا قاطي أبي موسى قاطي نبي حوف فركلي مركوري نبي قدنا قدنا يي مركي دنا بيوش ودم ماتي الباب كنا بيقول إسكاف رادو الربيبة قام بوقات مركب الباب كانوا يحدنا ذو أسوق النبي يقول سودا يعد ومركب وفصحون وسودا يا موسى وسودا قال وحول السحابه وأمر الرسول وحول فري رسول الله بحفظ الباب الباب كنا إلى عليه وفيها وحار رواية ضم بكجر أيضنا أن عثمان حين بشره عثمان مكو بشار يا أبو موسى وبشار يا جنة حمد الله تعالى إلهي بكمها النقي ثم قال وحول الله المستعان إلهي بار لغا كالما يستنى يا بلاي هذا صوص عطي يقول دعي وفي رواية لمسلمين اللهم صبرا عند أحمد اللهم صبرا وعلى الله التكلان وعلى الله التكلان
يعني إلهي بان صبر يدل قد ويدي سنين نابوري معناها كالي لدين شيء وحاوي مهم جدا سيدنا أبو بكر الصديق مركو النبي ودنتي دبوحو لكل مي انتو نولا ولي قوصا لكل مي انتو نولا دبان صامرين بو لكل مي حل مسؤولية حروب الردة دينك والله قبحي قبائلك عربيدو قالوا بي صحابتو دماتو اللي أتي قرادي فقهدو دي علمدو دي أهل بدر بعث رضوان ومردين دقال أن نبي محمد أرق صحابنا أرق بأبو بكر كهب سد وجهادة والنف يمال بل النافطي نبي بلايك ما دقين أبو بكر أب شارة جنة أب بشارة خير بكرة وحرة بوداي جهادك يا هل جنك يا نفط بقى يسي دمان يسي جدك كل دمان يسي يحولها لك السمية في سبيل ليس بلاء ولا فتنة بلاي فتنة معها على فتنة تصيبه على بلوى تصيبه على بلاء شديد يصيبه روايتك عثمان فتنة تمت بلاء تمت أيضا إذن عثمان يا دلي ضد إسلام شيغان أي بدن قوضن مسلمين أهاي أيا فتنة كد لأسوق ومظلوم لا يقدرن أيونا ظلم أيه دقال كان مركب مسلمين تدحمر هاي ما أحد لغو اللين أيه يديك لغو بنا يستيبو النبي قد فندي بلايو أركي كي أدحي مسلمين يقالوا مرتدين يموحدين أدحي يي مسلمين يكون نافتين نافشوا ولي وإيسا نافن النبي بلايو مارك عليه الصلاة والسلام وهذه لطيفة دقيقة مهمة جدا عندها كالقادة دقاها نفرة ماذا فانت مثل عمر يا دلي عمرنا قال باد دلي والله وريمي أصوى الصلاة صبح كتشرة أيها وحال لقد نفتي صدح النبر وتوري لبقى فلية هلك إلى هلك كبح ضي من هلك حدون إلى نبر كتابتي من دو ميرق إلى سنت دنبتك تي دعانات صدح تمن سعونا وكل أنت زجاه وشيس قال كم ما كان طعين لقبته تريد دير ولا بعفلا وهالك رحلة كم يرقبته أنت هورنا كوالا قال لك كوالا بوتي روح يسأوص منه مدك الدور ده يجيب بوسيا كأنه واقل يا حق وذا كوي تمن سحابي وداو حق صدح تمن كوي تمن بودي مات تقال كنوع عاسة إمسك إيه نعم كرد عي الخليفة الراشد المحدث الملهم وكشهي ذي صحابنا كل ذي نبي ومارك فتنة يبلاي وماركو لماذا وفي سبيل الله قال هو شيء وي معناه ماذا فانتي خاطر أيضا قيمة بدن وي تنعيضوا هنا من الله يتواقود عرن هيا تيوران شك قضايا انت وقفتك وقوله ويري اصحابك وجه بفتح الواو وتشديد الجيم اي توجه وي وجه ها هنا صلى الله عليه وسلم مسمك النبي قد بعد قوبي توجه لغا ود وقوله بئر اريس يرين هو بفتح الهمزه وكسر الراء وبعدها ان العلماء شيغان وا لغا يابا معناها لكن ولي انا ما ارق انا انت في فيريون بانك الله ان ودو شيغان وا دغ معنى بنانك يا لوي اون قرسومينين ودون ان شيغان بو بدنت هذا الركتان يسو شيغان هو بفتح الهمزة وكسر الراء وبعدها ياء مثناة أو مثناة من تحت ساكنة ثم سين مهملة وهو مصروف وهم إن لا صرفيه بئر أريس ليلة التنوينية ويبنان تايبل ومن معاكم هذا من منع صرفه إن لا صرفيه ددي ذو بئر أريسي هذا أون هوست أن تنوين سينين والقفنة بضم القاف وتشديد الفاء هو المبني على حول البئر هو المبني حول البئر و waxaa laga dul hareeraha ceelka laga dhisay way karkaarka iyo mooskaas biyaha laga celiyo ceelka iyo dacda inay dib ugu noqoto iyo biyahaas ayaa ya la yiraahda wa qawlu ala rislika bi kasr ar-ra'i wa al-mashhur wa qila bi fathi wa la yiraahda raslika iyo rislika ba wa la akhriya ay irfiq way tartiib su kaadso waxa degdeg waa ka furahayay macnaas laga wada maxalu shaahidku hadithku sheekhu u kansada waxa way macaanidka inuu dambaysay نبي محمد با اوغو بشاري جن وصحابة دور كيسادة حدا وحال فري أبو موسى أصنو اوغو بشاري وحو ديلويا وحي خير وناغا المسلم كفر حو إن لغو بشاري كرو
لأنه نبي وحر عليه سيد عماش وحا أفضي بدن كميدة وحا أفضي بدن سرور تدخل على على مسلم روح مسلم تكفر حيصه وحكا خير بدن بمتشر نيقى المركة وناك وشيك توسن فيلينين وحاوة يهدي وكود عين هيا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاها الرسان فديني ومعنا أبو بكر وعمر عمر أبو بكر نوان لتشوغين في نفر رحن يرعب معه كحبان عينوي فقام رسول الله رسول كلاها باستاغي من بين أظهرنا برطمان وكيستاغي فأبطى عينه ونقص وضعه وانتكسني نبي قال لفنا وكوحة أبو بكر وعمر كمديهين أبو هريرة كمديهي مرك عبار لفدي أنا بقول دان بعده ويستاجي مركو يستاجي النبي أن سوي نصلى واتيك سنة إن نبرو نجمعنا وخشينا وحنو كبقنا أن يقتضع إن الله جوستو النبي قال الله قبح الدنيا سك هذا يلا أنت نقص كيس عدو إنه قبحه أنا جي أسق دحديسة إنه عدو قبحه وفزعنا وأنه أرجحنا وعب سنة فقمنا وأنه يستاجني فكنت وحن هابوري أول من فزع روح أهري درين قادة ولا أرنكرا وأود أرجع لك روح أهري درين والنبي قد أما دب قاري النبي قصان أمس وداه يشرني روح أهري دب كا قلو يدا هذا قلبي يسبان أهواد عكرتا فزع وحكا نقطة بر ما بين نقطة روح أهري النبي قد دونه أرضي بان هانا وين قن كرتا لبلا مع أنا بوي كنت ما فكنت أول من فزع روح أهري أرضي دقاقي أما النبي قد باري يقول مدي بانها أما درين كوب أوجالي حديث كان وحوي إذا ولدك محق إنه وشيء إنه صور مري حديث كان وصور مري أفر بقول لباتنا أفر بينه حديث خصوم مري قد يجيسه أفر بقول لباتنا أفر كفيرية باب كنت نيكوبات مركان باب كصوم مري يي وحديث وشيء إنه إيمان دونه وتضرب بقول سال الله وكو إيمان دونه مال دم بكون يدور وكو إيمان دونه أفر بقول لباتنا أفر مركا وأنا طبعا صدحات كتاب طبعا صدحات بمرية ما تيكوبات تيكوبات بلغوت القاتا ولا اسكو ودادا وحتقيجيه كتاب مره دي مره لبا لا دابعو مر صدح لا دابعو وان لا ترفع تيرو او لا ناش ناشو او وح ولبا ديب لو استدراغا لا دونايه بنادم مخل خل لا ما وايه فكنت وحانا اول من فزع فخرجت وان بحي ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم رادينيه حتى أتيت إلى أن تجيب الحائط للأنصار بير أنصاريت بانجلي حتى أتيت إلى أن قالوا أن تجيب الحائط للأنصار أو لبن النجار بير رأي أنصار الله ولبن رأي بين قوس كنا بمع رأوي هوي رأي بتجي مع رأوي أنا وس مد من نوني أباها قوس كطلعي رأوي بان رهنا هو جد قوس كنا رأوي بان رهنا عفوا رأبتم أنا عفوا لكن أيذا قوس كده وار أوجا أوجا قوس كده وار أوجا لكن عند العرب أوجا إسكده يمتك الشرات قوس كده لولي وار رأبتم أبا يقارن مكو قوس كان وحيد ألين عبد المطلب بعد ألين عبد المطلب بعد ألين عبد الله هو كجور سدي وأمين رب النجار عيد مركا أخوال ما كل مرة رأبتيجي بنا بقى لقديقة أو حق وحالة فينا هو يدي بلا في قريب نزورة عفوا نجارين تونا لكن هو عبد المطلب بين ألين وهل كاسة لقك يعني أو نمدة حتى أتيت إلى أن تجي عبد نمدة مجدا حتى أتيت إلى أن قارب الحائط بيرو للأنصار وهات اللي بين النجار فدرت وانكو رجعي به حائط كبرت وانكو رجعي هل أجد له بابا الباب ملية هي أنا بارية بيرسفي عن أوضنوي وانكو رجعي مال وانك قالوا فلما جد الباب مهلي فإذا ربيع وكنال أمكعا أمكلي ربيع ومشي ربي قادين بيهم مران بيها بنانك قد يمشي لوصو تشحي بيرتك قلان أيا ربيع اللي هذا فرق يركع أما فردان تيرتع أما كنال أمكلي أما قعن كيرك بيرتك قلي فإذا ربيع وبكلي يرو يدخل قلي في جوف حائط بير قدهد قلي ومن بئر عيل كإيمانية حقيقة عنكو كإيمانا يا إيه فرقو كإيمانا يا كليو عيل بنانكو يا الله لقصو جحي من بير خارجة عيل بنانكا يا الله لقصو عيل كاسا ودان لقصو شبا كليو لقو شبية كنالكا قعنكا ساقادي بيرتي ببيه جينا يا قعنكو والربيع بور مؤلف كوحاو هي أمره هو الجدول الصغير وفردان تيرتاه قعنكا يركا فاحتفزت
وان حلوشي بوري احتفاظك هو مركز دوبته مال روح وين مري كريم بانداس دوبته اسم قيقداد طوع عايز كدك تاتك جليس فاحتفظت وان 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 حلوشي وان اسجري وان دوبي فدخلت على رسول الله كلي بان وقلي فقال وحور ابو هريره ما ابو هريره انك سو قلي فقلت نعم نبي الله يا رسول الله قال وحور ما شانك محاكو كان حقيت قصور راديس ابو صور دون تو بير بس قصور حقلي حقيت قصور كشبيرت الباب انما لا قصور قليني قلت حال كنت وحال النبي الله بين اظهرنا دحنا لا جوت وانا دحفديت فقمت واد استاغت فابطات عيني واد غوسو داهد واكو تيكسني فخشينا وحنو كبعبسني علبه اسك جوق قال يهودي بلايا جوقتي يا منافقين أن تقتضع أن لو جوستو لقاك بحدودنا سكر يد أو بلا يكوب بعضه ففزعنا وكوب بغنا وعبسنا وارجحني فكنت وحنها أول من فزع الروح يريك سور هذه يقصدونه أول من طلب من بحث عنك ساسلوج هذا فأتيت هذا الحائط بيرترا إمد الرات كذي سورنا في واي فاحتفزت وأس أروري وأس دوبي كما يحتفز الثعلب ضوعه سيحلولتي مقشا يعود عضي وضحى وقد عضو وهؤلاء الناس وراي دتكون واكو وي دبا سخد بوري كلي مي خولكي مسلمين تو دوان واسو غورمانيا وا لو رادنيا انا اسوري فقال يا ابا هريره واعطاني ان علي نبي خوره ابا هريره كبيسنا واي ديب لبد كبد بو ديب فقال وحور يدي اذهب ان علي لبدن كبد سي قاد ولا تك هاتين اكوان اه فمن لقيت انك ادلك ولنته من وراء هذا الحائط دربين قداش هذا كلو كلو انت سوق ارد هيو صعود غور ماي يشهد ان لا اله الا الله اللهم اله كل انه سجن حق لو عابدنا قرسان مستيقنا ورميسن يحي بها كلمه داس قلبه لا ابتيس يودنيس فبشر بالجنه جنه او بشاره نك لا اله الا الله محمد رسول الله حق ويقينا وشك كجر يا جهل ويد هذا جنه او بشاره وذكر الحديث حديث كبير الشيخ بطول حديث كبير رواه مسلم قرن انسان عمر كهر يمت وكابو كبير سوق قاتل سوق صوب حيبه روح اهري عمر بها سي عمر روح دحمري يا قرت انه قاضين واكتين بيلته رواه مسلم الربيع وحاوي النهر الصغير وهو بقى يركا كعنك يركا وهو الجدول وانا كنالك بفتح الجيم جين كان لكر بهايا كما فسره في الحديث سيدنا راوي حديثه ابو الشيخ ابو كيري والربيع الجدول الصغير وقول احتفزتنا روي بالراء وبالزاي بوالا ورياه احتفرت انا تراضه وراء كدرتي احتفزت بوالا الشيخ ومعناه بالزاي زهد الاخرين تضاممت وان اسور شوي من الضم وان اسور الشيء وتصاغرت واس يريي حتى امكن الدخول الى اي صوره قشمش ان ان كقلو اذا كان وحا كجرى ان دك اهل خيرك لوغو بشري وحي وناغي لا كلما والله سبحانه وتعالى اعلم.